القوافين هي اللوحة الأخيرة التي كان عرضها الفنان ناظم الجعفري قبل الاعتزال عام 1953 في معرض الخريف، والذي كان يقام في دمشق بالتناوب مع معرض الربيع بحلب سنويا حتى بداية الثمانينات. هذا العمل والذي أثارت جائزته الأولى مناصفة مع أحدهم جدلا واسعا يومها، فقد أدخلت تلك الجائزة المناصفة الفنان في حالة من الغضب والاعتزال، ليس عن المشاركة فقط بل عن اللقاءات والعروض، إلى حد القطيعة النهائية للفنانين والحركة الفنية عموما. مركز الثقافي عملوا معرض الخريف بمتحف مدينة دمشق، وكنت أول من عمل المعرض، وكانوا يريدون واشترك فيه جميع السوريين، فنلت الجائزة الأولى بالمعرض، وكان أحدهم وهو لم يتقدم غيره بالنحت، يعني ينحت لحاله ما في غيره، يعني ما في ناس تانيين، لأن المعرض لما أخذت الجائزة الأولى كان جميع السوريين مشتركين فيه ويعملون، وأخذت أنا الجائزة الأولى، فكيف يعطون الجائزة لإنسان واحد عمل نحت، وليس اختصاصه نحات بس هو عمل نحت، فضموه إلي وشاركني في الجائزة الأولى. ومن السنوات القادمة قالوا لا يمكن أن يعطى أن تأخذ الجائزة مرة ثانية، يجب في كل عام أن يأخذها واحد من مدينة من مدن دمشق سوريا. والله هذه قصة واقعية، وامتنعت عن المعارض من عام 1953 لتاريخ اليوم. سوق القوافين، اللوحة التي شكلت يومها بالنسبة لتجربة الفنان ناظم الجعفري نقلة نوعية من حيث الأسلوب، فقد انحازت كصياغة باتجاه الانطباعية لاهتمامها باللمسة الأكثر عفوية والأشد تكثيفا للتفاصيل التي بدت تظهر عن قرب كإدهاشات بصرية يتناوب فيها الضوء مع اللون، على الاحتفاء بالعناصر الأساسية للمشهد كما في غيرها من اللوحات مثل طاحونة عربين أو غيرها من لوحات الطبيعة لنفس الفترة. وأنا صادق في أقوالي جميعها، وأصادق في تصويري، بمعنى أصور بدقة هائلة، وأن جميع اللوحات التي كانت تعرض وتعي سوادها كل من أقول عن صور فوتوغرافية، ولا أحد يتجرأ أن يقف في الشارع أو في الطريق ويصور. في الوقت الذي كان معروفا عنه تعصبه للاتجاه الواقعي قبل ذلك، وأحيانا الواقعي الأكاديمي في الرسم والتعبيري في التصوير، منذ عودته من مصر عام 1947 متخرجا من أكاديميتها بامتياز شهادته العلمية وشهادة أساتذته فيه، والذي انضم فيما بعد إليهم كزميل أستاذ لمادة التصوير في كلية الفنون الجميلة بدمشق عند إنشائها عام 1960، حيث كان سوريا الوحيدة آنذاك بين الأساتذة المصريين. في يوم من الأيام قرأت إعلانا في الجريدة أن مدرسة الكلية العلمية الوطنية تريد معلمين من جميع المواد وبينها الرسم، فقلت والله أنا بقدر أن أعلم رسم، ولكن قطعتي صغيرة، فربما إذا ذهبت بشخصي إلى المدير اللي هو كان مدير الدكتور منيف العائدي، إذا ذهبت إليه وقلت له أنا أريد رسم فلا يعتبرني لأنني ولد بذلك الوقت، فكيف العمل؟ وإذا ماشي أنا بالطريق شفت أستاذ اسمه أنور الرفاعي، أنور الرفاعي كان بعثة يدرس التاريخ في القاهرة، فقلت له قصتي،
فقال لي شغلتك سهلة جدا، غدا بعد غد سيسافر زميلي إلى القاهرة، بعثي، هو بعثي، فأعطيه شيئا من عملك ليذهب بها ويريها لكلية الفنون. فرأتيت ذهبت إلى البيت وحملت بعض أعمالي التي عملتها وقدمتها لصديقنا. ثم بعد أسبوع أتاني كتاب رسمي من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة أنني إذا كنت خالي من الأمراض وأنا الذي أثبت أنني أنا الذي رسمت ذلك فأنا مقبول، ودفعت الرسم السنوي. وهكذا تحولت إلى القنصلية وأخذت الفيزا وسافرت إلى القاهرة. وفي القاهرة عملوا لي فحصا، هي قصة واقعية تماما. بالفحص جابوا لي جسم عاري، وأنا بعمري أنا شفت لا عاري ولا غيره ولا غيراته. قال هذا بدك ترسمه، وإنه بيبي يا بتنجح يا بتسقط. ولما كنت أرسم كان يتصبب العرق من وجهي ومضطرب، يعني خايف أنه ما أنجح. وهيك دخلت الكلية وتميت متابع فيها لآخر سنة دراسية. بالسنة الدراسية الأخيرة طلبوا مش تخرج، طلبوا الإجازة مكتوب مغلق، فتحته لجنة أشخاص ما لهم علاقة بالكلية بالمرة، رسميين يعني، فتحوا شقوا مزقوا قدامنا، فتحوا وإذا بهم يقولون أنه المطلوب يعني مشان الامتحان مشروع التخرج أنه نحن إنسان يعني عم يصور في الأتوليه تبعه وأمامه موديل عاري، وبعدين في إجا ضيوف عم يوقفوا يتفرجوا ويتخوين. ثاني يوم جيت أنا أخذت موديل من بكير، جيت على الكلية ورأسا خليت الموديل هي وفايتي أخذتها وربطتها معي، يعني لأنه الموضوع اللي أنا بدي ساويه يتطلب أني أرسم العارية بقية الأسبوع، ولكن ببقية الأسبوع بدي أنا دائما دوم هي ذاتها، لأنه طالما رسمتها لازم هي تتمم. هيك طول النهار اشتغلت فيها ركزتها تمام. جينا الثانية اللي بعده ثاني يوم الثاني أخذينها غير قسم وصفيت أنا بلاها، وأنا نط ما حط، بس شلون بدي كمل؟ ما بصير، لأنه اللي رسمها هي ذاتها بدها تكون. نزلت دورت عليها لقيتها بقسم الزخرفي أخذينها وميرسام يسموها. جينا حكينا للمسؤولين هنيك، قال هي بدها تضل لآخر الأسبوع، وين أنا شو بدي ساوي بقى؟ نطيت ما حطيت فعلا، يعني اضطربت وكتير خفت، يعني قلت حالي شو بدي بهالوجع الراس، يلا انا بدي ارجع على بلدي، لا بدي حدا يشوف شهادتي ولا بدي يشوف حدا، انا بس اعمل هيك انا معلم، يعني انا متين ما ماكن يعني قدير. ونزلت استلمت الدرج على اساس رايح على الحدود، ابدا امشي سافر على سوريا يعني. واذا به الطلاب اللي بالكلية لحقوني يشدوني، والتجي طالعين وقفوا بشي سحبوني فوتوني لوين على المحل، يعني مرسمي المحل ما كنت انا قاعد، قعدت على الكرسي تميت قاعد. ها وليتهم انا عملوا هيك معي وما حدا يرضي يوقف لي كمان، مسكت اللوحه وضربتها برجلي قامت فتلت بالهواء لفوق السقف ونزلت، ولكن هي ملاني الوان، وقامت الالوان صارت تطرش وتنزل على اواعي وعلى الارض وعلى اللوحات تبع الطلاب البقايا اللي هن كمان عم يعملوا المشروع تبعهم، وما كانوا يعرفوا شو القصة. بعدين اجوا لقوني، وصل الخبر للإدارة، طلع واحد لفوق لعند مني، هدول المسؤولين يعني هدول الملجين بالأمور هي من خارج الكلية ما لهم علاقة. دار اجى لقاني قاعد، عرف اني انا اللي صار معي المشكلة، قال لي تفضل معي. نزلت معه لتحت، شو القصة؟ حكيت له القصة هيك. قال انت هلا على كلين
اللوحة اللي بديت فيها واشتغلت فيها، يعني فيها 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 في رسم، فيها شيء. بينما إذا أعطيناك لوحة جديدة، اللوحة جديدة بدك ترد تشتغل من أول جديد تعزها، شو رأيك إنك تشتغل عليها بس نعطيها للنجار، تعطيها للنجار مشان يشد لك إياها محل ما انبعجت، وقلنا له لا والله نعطيها للنجار ونساويها وهذا كذا. رحت تميت يوم ونص بس، خلصت قبل كل الطلاب. ناظم الجعفري الذي قرر يومها أن ينسحب من الحالة الثقافية كفنان، ولخلافه مع عميدها أنذاك فقد غادر أيضا كلية الفنون الجميلة بعد سنوات قليلة وهو رئيسا لقسم التصوير فيها، بعد أن أدخل الموديل العاري إليها كخطوة جريئة ومتفردة قام بها رغم تحفظ البعض عليها في ذلك الوقت. في عام 1960 أيام الوحدة افتتحت كلية الفنون الجميلة بدمشق، وكان فيها خمسة أقسام: التصوير، النحت، الزخرفة، الحفر والعمارة، قسم العمارة، قسم الهندسة المعمارية. وطبعا أنا كنت رئيس قسم التصوير الزيتي، وكان العميد والأساتذة المدرسون في الكلية بأيام الوحدة كلهم مصريون، وليس من أحد سوري غير أنا رئيس قسم التصوير الزيتي. ثم انفصلت الوحدة واضطرت الدولة أن تأتي بجميع من المدرس، لأنه لم يعد فيها ولا مدرس يدرس على المستوى فيها إلا أنا موجود، فأتوا ب معلمي الإعدادي، لأن الرسم في المدارس الثانوية لا يعني يستمر من السادس للتاسع وبس. وهيك صار في ضرورة أنه بدهم يتمموا هالنقص اللي راح بسبب سفر المدرسين المصريين، فأتوا بالمعلمين الإعدادي ويعلمون في الجامعة. وطبعا معلم الإعدادي غير معلم الجامعة، وصار في أسباب الرسوب، يعني صاروا يرسموا الطلاب والطالبات عندي. بهالوضع هاد وضعوا مدرس، أتى موجه، وبعد ثلاثة أشهر أصبح عميدا. وبما أنه معماري فطلاب العمارة صاروا يسيئوا إلي لأنهم كانوا يخافون الرسوب بالرسم، والرسم لا يكون سهلا في التعلم ولا بالعمل. فلأجل أن يضمنوا نجاحهم اضطروا أن يحكوا له أو يلفقوا علي أشكال وألوان. أنا لست ضد أحد ولست مع أحد أبدا أبدا، أنا مع الإنسان أينما وجد، وما كنت أعرف ولا طالب ولا طالبة ما دينهم ولا مذهبهم ولا أي شيء عنهم سوى أنهم طلاب عندي وأراهم أولادي وأخاف عليهم، وطبعا أعلم الجميع بالتساوي. لوجدت أنه البقاء في الكلية صعب جدا جدا بهذا الجو الموبوء، فبسطر واحد نال السلام عليكم. قبل ذلك كان معروفا عنه إخلاصه لمهنته كأستاذ متفان في عطائه بشهادة معظم طلابه بفضله عليهم إلى اليوم كمعلم، إن كان في كلية الفنون أو لمادة الرسم في ثانويات دمشق. قاموا شو عملوا معي؟ بتعرفوا شو عملوا معي؟ ما بتضحك ولا؟ رئيس قسم التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة الجامعة، وضعوني في الإعدادي. فكروا إنهم بالعملية يسحقوني، فسحقتهم، وكانوا طلاب الإعدادي أحسن بكثير لأنهم أولادي
وعلمتهم التعليم الصحيح الذي كان ينقصهم من غيري. عم أحكي صراحة، هذه أشياء حقيقية لازم أن تسجل وتعرف حتى يعرف الناس من هو ناظم الجعفري ومن هو الآخرين. الجعفري الذي عاد مظفرا إلى الحياة التشكيلية السورية اليوم، وباحتفاء مميز من محبيه وطلابه والمهتمين بالحركة الفنية، عاد متألقا وحيويا من خلال معرض لنماذج من أعماله، والذي أقامته وزارة الثقافة في المتحف الوطني بداية أيار عام 2005 تكريما للفنان ومسيرته الإبداعية الغنية والممتدة على مدى 6 عقود من العمل المتواصل، حبا بالفن ودمشق مدينته المدللة والعاشقة الموزعة بحب على كوادر لوحاته. بعد 5 عقود من الإقامة القصرية طوعاً في أحياء دمشق القديمة، الفنان ناظم الجعفري يخرج عن صمته، يرسم في سره عشق المدينة. إنه ابن دمشق، المدينة التي تسربل بعشقها، فأسكنته قلبها ولم يغادرها منذ أكثر من 50 سنة. عندما أغلق أبواب المدينة على ذاته الإبداعية، فأسكنها ضفاف روحه التي فاضت بها خطوطا وألوانا توثق لأجمل بل لأكثر حاراتها دفئا أصالة وحميمية، لأبوابها العالية والمنيعة التي حافظت على خصوصية أهلها، لناسها الطيبين وللنارنج الذي يطيب أنفاسها وفضاءات دورها. غالبا ما نلقاه في أزقتها القديمة التي احتوته بحب فاحتواها بكوادر أعماله. لقد رسم الجعفري دمشق القديمة بأسواقها وأشواقها كما تركها لنا الأجداد، يجول بحاراتها التي تعبق برائحة التوابل والبخور والياسمين المتدلي من شرفات بيوتاتها المتقابلة والعاشقة بعضها، بينما من الداخل فتأسرك بروائع فنون عمارتها وزحمة الجماليات في الزخارف والنحت النافر الذي يزين مداخلها وفسحاتها المفتوحة على السماء، حيث تمتلئ بالضوء والهواء وتغتسل بالشمس والمطر على السواء. الفنان الجعفري الذي يرسم مباشرة من غير حذف، يستخدم الأقلام الفلوماستر السوداء أو الملونة من غير حذف أو إلغاء لأي أثر لها على الورق، فقد احتفظ لهذه المدينة القديمة وأهلها 4500 لوحة، موثقا بذلك جميع حاراتها وأزقتها وزواريبها التي زال معظمها اليوم، فبقيت في لوحته حية ترتعش على ضربات ريشته وتألق فيض ألوانه، تنبض بالحياة من رشاقة خطوطه وصراحتها في نقل التفاصيل رغم الاختزال الذي يصوغه ببراعة معلم كبير. يعني كنت أنا أينما ذهبت في التدريس، ما كنت أنا بعمري ما رحت لعند مسؤول ولا لعند أحد مشان يقول لي إنه اللي يحطني هون أو هون أو هون. كنت أقول بيني وبين نفسي 4 حيطان الشام بعرفها، نحطوني هدول أولادنا ونحطوني هون أولادنا ونحطوني هنا أولادنا. بذلك طول خدمتي اللي هي استغرقت 30 سنة، ولا تأخرت فيها ولا تغيبت فيها ولا أي شيء، كلها ما رحت لعند حدا، ولكن هني مطرح يحطوني انا امتسل وامشي، ومطرح ما فوت انا مدرس رسم يصير درس الرسم رقم 1.
في منزله وأنت تدخل تشعر وكأنك تخرج من حالتك إلى ما يقارب أجواء المتاحف أو المعارض الكبرى، وبينما تحاول أن تتلمس بعض مشاعرك التي تقاسمتها زحمة الكوادر المترفة بالجماليات وضيق المكان بروعة ما أبدعته ذائقة الفنان من طبيعة ساحرة وغوطة غناء أحاطت بالمدينة لعقود من الزمن، وشخصيات كان لها اعتبارها، وموديلات لأقارب وأصدقاء أو ضيوف عابرين هذه المدينة، بقيت جميعها معلقة هكذا على هذه الجدران أو راكنة هناك في المرسم. شايفين اللوحة هاي؟ هاي زوجتي عم أصورها كل يوم، بيجي بعد الساعة 4 كون خلصت أنا بيجي لهون ناصب السي هون صورتها بالبيت، كل ما أجي صورها ما صور يوميتها قالت شو ما رح أعود، وانا ما صدقت تصير الساعه 4 لحتى يجي يشتغل. شو بدك تساوي؟ قمت حطيت القنينه وحطيت الفاز الصغير وزهرة التوليب وبديت اشتغل. هي قاعده من السطحه بالتخت عم بتفرج علي، ما اسمع الا كلاتي. عامل لي حاله فنان، عملت هيك بايدها رسم القنينه، هيك عملت، عملت هيك رسم. انا ما حكيت شيء، بس عم اشتغل عم يشتغل. هي بتطلع، انا اذا طلعت لقيت لكن والله القنينه صارت شو اسمه، صارت ازاز وصارت شفافه وصار فيها عطر وصار فيها كذا. لا والله حطت لي طاعه، حطت لي شهاده بالاول قشطتني منها، بعدين قالت لي لا حطتني اياها. بينما على التراس في منزله هذا المستأجر في حي المزرعة، حيث أشاد غرفة مخالفة على السطح لتحتوي على الكنز، وهي مجموعة لوحات أو رسومات لدمشق الأجداد، والتي بلغت 4500 عمل جرافيكي بالأسود والأبيض والأقلام الملونة، والتي يعتز بها ويفخر بإطلاع ضيوفه على العشرات منها بحسب ما يسمح وقتهم، تشكل باعتقادي أهم مرجع توثيقي وفني لدمشق الأجداد، أقدم مدينة مأهولة في التاريخ إلى اليوم. هاي وحدة قاعدة بتبكي، هاي بنت صبية صغيرة، هذا بيتها كل يوم. عرف الفنان ناظم الجعفري كأبرز مصمم للطوابع البريدية ومن أوائل المشتغلين في هذا النوع من الفنون في سوريا منذ بدايات النصف الثاني من القرن الماضي، فقد حاز على أول جائزة ذهبية في المسابقة الرسمية لاختيار أفضل تصميم لطابع في الجمهورية العربية المتحدة عام 1959، وموضوع التصميم كان الشاعر أبو تمام. أخذت 3 ميداليات ذهبية من أوروبا، من أمريكا، من أستراليا، من البرازيل. بينما أول جائزة حصل عليها بعد عودته من مصر فقد كانت الجائزة الأولى في معرض الخريف دمشق عام 1953 بلوحة القوافين. في المرسم بداية شارع بغداد، وفي منطقة عين الكرش من خلال حوالي 10 درجات حديدية نزولا تصل إلى قبو كبير نسبيا لا يصلح أن يكون مستودعا، هو مظلم وشديد الرطوبة لصعوبة تهويته من النوافذ العلوية الضيقة، يحتوي على أكثر من 1000 لوحة بالإضافة إلى جدارين يحتويان على ما يفوق 100 عمل بورتري أو دراسة بقلم الرصاص لموديلات وشخصيات معظمها
رحل اليوم. ناظم الجعفري، فنان الأصالة وعاشق دمشق، نرجسي لأبعد الحدود. أنا حينما أقف وأصور فأنا الملك. تقليدي لأبعد الحدود، إشكالي في نمط تداوله مع الفن والفنانين. وأعمالي وآلاف اللوحات معي تشهد لي بذلك. من خيرة الأساتذة الذين مروا على ثانويات دمشق وكليات الفنون الجميلة فيها. كل الطلاب في العالم متى وجدوا المدرس على المستوى يعلم فهم أتوا من أجل أن يتعلموا. حاد في نظرته كما في آرائه، غالبا ما تغمر لهجته القاسية الطيبة في داخله. عندي متاحف وعندي لوحات، عندي متاحف ثلاثة، بيتي متحف، مرسمي متحف، أعمالي مجموعة دمشق القديمة متحف. إنه بامتياز الفنان الإنسان والشاب المتألق في الخمسينات، وإلى اليوم ما زال يتدفق حيوية وشبابا. وما أشبه أمس باليوم.